ركبت في الطائرة وركب جنبي رجل يعني لا سلام لا كلام، وأنا أظن أنه هذا نصراني والله، الشكل اللباس الهيئة البنطال الكرافتة الجاكيت كذا. المهم يعني لابد نتكلم، الرحلة 4 ساعات، يعني كلمة مني نطق: تتكلم عربي؟ قال: أنا خريج الجامعة الإسلامية. قلت: الحمد لله. وين رايح؟ قال: رايح المدينة. يعني معي رايح المدينة. قلت: تمام، في أي سنة؟ قال: أنا تخرجت راجع للماجستير. قلت: تمام. اشتغلت في الدعوة؟ قال: لا. كيف اشتغل في الدعوة؟ الدعوة تحتاج إلى مال، ما أستطيع أشتغل في الدعوة، أنتم ادفعوا أهل الخليج حتى نشتغل. قلت: طيب صحيح، ما يمكن لأحد يشتغل في الدعوة إلا بمال. بتزوج؟ قال: نعم. عندك أولاد؟ نعم. قلت: الزواج يحتاج مال؟ قال: نعم. واستطعت تتزوج؟ قال: نعم. والدعوة؟ سكت. قلت: دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمال؟ قال: لا. ونجح؟ نعم. كيف؟ الله أعلم. إذن هدف الزواج نحقق، صحيح والله، أما هدف الدعوة الناس تموت على الشرك، الناس تموت على الكفر، صح، يظل من يظل، فرق ضال كذا، ولا نهتم. ما يمكن يا أخواننا، والله ما يمكن أننا نكون أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وما نصنع هذه الأمور. ترى أنا أقول هذا الكلام والله أنا أكثر واحد مقصر مفرط، وأنا لا أتكلم عن أشياء إلا أنا مقصر فيها، حتى يعني نتعاون.